نورتوا القناة بحضوركم اليوم. كيما راكو تشوفوا رايحين نحضروا وصفة الغريبية المشقة كيما تاع زمان، تجي بنينة وخفيفة وتذوب في الفم بمقادير بسيطة وطريقة جد سهلة توجدوها في 10 دقائق. يعني سي اون غوسيت اللي سمعتها في لا راديو، قلت بوكوا با نبارطاجيها مع متتبعينا الكرام. كيما راكو تشوفو تخرج هايله. نبداو بمقادير الوصفه. نحتاجو 6 اكواب فرينه، كوب سكر ناعم، كوب سمن، كوب زيت، ملعقه صغيره فانيليا، نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه، وقرصه ملح. اذا نبداو في الوصفه تاعنا. نفرغو كاس زيت معمر، نزيدو عليه كاس سمن، والسمن هنا لازم يكون غامولي اي طري بحرارة المطبخ، ما تذوبوش وما لازمش تاني يكون خرجتوه من الفريجيدير، لازم تخرجوه مقبل باش يولي لكم طري. نفرغوا الزيت والسمن، وهاد لا روسيت تطلب عليكم بيتخان ولا باتور، سي لا ميم شوز. اذا كان عندكم بيتخان استعملوا بيتخان، سينو باتور سافخا لافير اوسي. زيدوا عليهم كاس معمر سكر غلاس، قرصة ملح، وملعقة صغيرة فانيليا لتنكيه، ونحطوا هاد المكونات في البيتخان يتخلطونا مليح لمدة 10 دقائق هكذاك. دونك نخليوهم يتخلطوا لمدة 10 دقائق، وإذا كنتوا استعملتوا باتور خلطوهم تاني من 10 إلى 12 دقيقة حتى تلاحظوا أنه المزيج تاعكم ولا لكم شغل كريم وتبدل اللون تاعو إلى لون أبيض. دونك ما تخلطوش أقل من 10 دقائق، لانه هذا هو السر باش يعطي لنا غريبيه مشقه كيما تاع زمان. اذا بعد ما خلطتهم لمده 10 دقائق، شوفوا المزيج تاعنا كيفاش ولا لنا. هنا نحبس لو بيتخان تاعي ونحي الخليط باش نكمل معاكم الوصفه. بعد ما نحيتو نخلطو شويه باش نهويه، ونبداو نزيدو في الفرينه. الفرينه قلت لكم في المقادير 6 اكواب اي 6 كيلات، الكيله اللي استعملتوها. دونك نضيفو 5 كيلات، هادو 5 كيلات دوفيس تزيدوهم، 5 كيلات مع نص مغرف خميره كيميائيه، والكاس السادس ضيفوه بالعقل برك. يعني تو ديبون الفرينه تاعكم، تو ديبون نوع الفرينه اذا كانت تشرب ولا ما تشربش. ولهذا نزيد نعاود لكم، ضيفوا 5 كيسان فرينه مع نص مغرف خميره كيميائيه، والكاس السادس ضيفوه بالعقل برك. كيبانا استعملت 5 كيسان وثلاث ارباع تاع كاس. دونك كي تشوفوا برك لاباط تاعكم خلاص حكمت روحها، وتقدروا تكونوا ديبول هنا تحبسوا ما تزيدوش الفرينه. وكي تلموا الفرينه تاعكم بيان سور ما تعجنوش، لموها فقط جمعوها لكن ما تعجنوش هكذا حتى تتلم لكم بيان. وبعد ما تلمت العجينه تاعي شوفوا القوام تاعها تجي خفيفه وطريه. نبداو نكونو في الحبات الغريبيه تاعنا بهذا الشكل، ندوروها فقط، ولا بوم دي ما تاعنا تساعدنا انها تتكون هذيك القبه. بيان سور كي تتكون لكم كملوا سقموها شويه فوالا. كيما اذا حبيتوا ديروهم كريات فقط هذا الشيء اختياري نتوما والشكل اللي تحبوه. انا نحبها تخرج لي هكذا متحوفة وعندها قبة هكذا تجي شابة هكذا حتى نتكملوا العجينة اللي تحصلتوا عليها.
بعد ما تكملوا تكوين حبات الغريبية ديالكم، رفدوا قيس مغرف صغيرة زيت وزيدوا عليه قرفة حتى تشوفوا بلي هذاك الزيت تعقد شوية بالقرفة هذيك، وبداو تضيفوا للحبات تاعكم من الفوق. واذا كنتوا حابين تضيفوا قرفة هكذا وحدها بدون اضافة من الفوق، هذا اختياري، لكن كي تخلطوها هكذا بالزيت سا بيرمي انه القرفة هذيك تحكم روحها اونكور بلوس. فوالا، نديرو نقطة فقط هكذا من الفوق، نقطة صغيرة من الفوق للتزيين باش تخرج لنا الحبة تاعنا شويبة. وبعد ما نكملو هاد العملية، ندخلو الغريبية تاعنا للفوق اللي كنا سخناه على 160 درجة، نطيبوها من التحت، ومن بعد نشعلو لها من الفوق غير تتحمر. وكي تدخلوها طيب من التحت دو بريفيرونس ما تحلوش عليها لو فور، هكذا يخرج لكم التشققات بيان. وهذا هو الشكل النهائي تاع الغريبيه تاعنا بعد ما طيبناها وحمرناها، خرجت مشقه الله الله، خفيفه وبنينه وتذوب في الفم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، واذا عجبكم محتوى القناه ابونيو ورفعوا الجرس هكذا يوصلكم كل جديدنا. نشكركم على وفائكم وتشجيعاتكم، ونتلقاو في الفيديو المقبل إن شاء الله. مع السلامة.